في إنجاز يسهم في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي ترقية بورصة الكويت على مؤشر الأسواق الناشئة الأشهر عالمياً. خلال فترة وجيزة جداً نجحت هذه المؤسسة بزرع الأمل الاقتصادي، وكما ذكر في ديسمبر 2018 أطلقت على من يعمل في هذه المؤسسات صناع الأمل، وأعتقد لم يخيب ظني بأنهم فعلا في ظل مرات الأجواء المشحونة تأتي دائما أفراد ورجال ونساء هي أسواق المال والمقاصة والبورصة والجهات التي تعمل معهم ويصنعون الأمل في هذا البلد. وكان الوزير خالد الروضان توجه بالشكر إلى فريق من الشباب والشابات الذين ساهموا في ترقية بورصة الكويت. وبالنيابة عن حكومة دولة الكويت أتشكر منكم فردا فردا، ولعل وعسى أنا أريد أن أيضا أتكلم عن صناع الأمل، وأتمنى من الإعلام أن يبرز دورهم. فهذه المجموعة يا أخوان تركت أهلها، تركت أصدقائها، تركت الكثير من الأوقات لكي تمضي وتنجح فيها، فأقل ما فيها أن نبرز أعتقد دورهم الإعلامي، وأريد أن أذكرهم بالاسم، وسوف أترك أيضا هذه الورقة لدى الإعلام لإبرازها في الصحف والجهات المختلفة، من هيئة أسواق المال مثنى الصالح، عبد الرحمن الفلشاوي، خالد السهلي، بدرية الروضان، مشاعر النفيسي، فؤاد العتيجي، فرح زينر، وسارة الكندري، من شركة بورصة الكويت محمد العصيمي، نور عبد الكريم، أحمد جاسم، شاكيل حيدر، ومن شركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي، دعيج الصالح، عبد الكريم لياقوت، وحص الرومي. أسمع آيات التهنئة وأجملها إلى سمو رئيس إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه وولي عهده الأمين، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وإلى سائر الشعب الكويتي بمناسبة ترقية الكويت إلى مصاف في الأسواق الناشئة وفق لمؤشرات MSCI. طبعاً هذا الإنجاز الذي طبعاً يحسب لهيئة أسواق المال مع شركائها الاستراتيجيين البورصة والمقاصة وأشخاص السوق ما كان ليتحقق لولا طبعاً تضافر الجهود وتوفير الدعم الكامل من الحكومة الرشيدة ومن طبعاً أشخاص السوق. هذه الترقية هي الترقية الثالثة التي تنالها الكويت وهي الأكثر أهمية